فعلا الأسبوع الماضي كان الـ ACB نزل أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والحين متوقع أنه في يوم 18 سبتمبر يقوم الفدرالي بخطوة مماثلة ب 25 نقطة أساس، ولكن سعر الفائدة أعلى بكثير عند الفدرالي. اللي قاعدين الحين نشوفه أن البنوك المركزية كانت الفترات الماضية تركز على أنه تنقص حجم الإنفليشن، والآن بدأ أول التضخم على مراحل السيطرة على التضخم والتوجه إلى حفز الاقتصاد. فهذه الآن هي توجهات البنوك المركزية، وش الأشياء اللي ممكن تأثر علينا احنا مثلا كاقتصاديات في المناطق منطقة الخليج؟ مثلا احنا في الفدرالي معظم دول الخليج مرتبطة بالعملة الأمريكية، فبالتالي متوقع عنده انخفاض أسعار الفائدة. في الولايات المتحدة يتبعها خفض في دولنا الخليج وبالأخص السعودية، فمتوقع يكون خفض 25 نقطة أساس. هل مثلا الحين الخفض اللي حدث بالـ ECB يأثر على منطقة الخليج أكثر من الخفض المتوقع من اليو اس؟ في الفترة الحالية ما شفنا مثلا تحركات كثيرة بين التفاوت بين سعر الصرف اليو اس دولار بسز اليورو، كانت في أغسطس كان في انخفاض والحين رجع الكثير، فما في التأثير الكبير لأنه الحين الماركت متوقع بهذا ومتنبئ بهذا الانخفاضات، فالديفرنشل بين الفروقات بين أسعار الصرف ما كانت عالية، وبالتالي ما انعكست ما راح تنعكس بشكل كبير على الواردات، وهي هذا القناة الأكبر راح تأثر على دولنا في الخليج. طيب دكتور نايف دعني أسأل، يعني غالبا ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى ضغوط تضخمية، بالتالي هل تؤدي هذه التخفيضات من قبل البنوك المركزية الرئيسية إلى ارتفاع معدلات التضخم في اقتصادات الخليج، خاصة في ظل اعتماد هذه الاقتصادات على الواردات؟ الآن إحنا لو نشوف أسعار التضخم، تنشفنا إحنا سعر التضخم تو نازل اليوم الصباح بالنسبة للسعودية 1.6. وش الأشياء اللي كانت تسببت بالتضخم بالجانب؟ كانت أربع أقسام هي بس اللي ارتفعت، ولا ثمان أقسام الأخرى كانت فيها انخفاضات. ثمان أقسام اللي كان فيها انخفاضات كعادة تقريبا كانت جاية من الواردات، فما يزال الآن التضخم يعني بمنطقة الخليج والسعودية بالأخص كونتينت محتوى، وما في متوقع أنه يكون أكثر going forward. والتوقعات الجاي يعني الفترات القادمة ما تزال الآن أسعار الفائدة عالية وما تزال تأثر على أسعار التضخم. والحين قاعدين يحاولون يمكن مثل ما ذكر التقرير أنه البنوك المركزية بشكل عام تركز أنه يوصل إلى 2% للإنفليشن، بحكم عندنا صادرات كثيرة في المنطقة أو عفوا واردات كثيرة من سواء من الولايات المتحدة أو المناطق دول الاتحاد الأوروبي اللي تشكل تقريبا 20% المنطقة، فبالتالي بتنعكس على الانفليشن وأنه يكون مقارب لأسعار المستهدفة. الانفليشن متوقع في أوروبا يوصل الحين مثلا 2.5 إلى 2.2 بعدين 1.9، فبالتالي ممكن في منطقة الخليج راح يكون مماثل بهذا الريت، يكون مقارب على 2% خلال فترة 2024 أو 2025. طب ودكتور نايف، هل سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تشجيع تدفقات رأس المال إلى أسواق الخليج؟ الحين الشيء اللي مساهم بشكل كبير ان تدفقات رؤوس المال غير الاسعار الفائده اللي اكثر الاستثمارات، بالرغم انه في عندنا اسعار الفائده الحين اعلى مثلا من اعلى الريتس اللي موجوده يعني في العالم، من اعلاها الحين اليو اس تقريبا، بغض النظر مثلا عن بعض الامرجن بعض الدول الناميه مثلا تركيا كانت عاليه جدا لكن عندها اشكاليه بالاكسشينج ريت. لو نشوف حنا مثلا السعودية أو الدول الخليج عندها أسعار الفائدة اللي هي نفس التوجه حق اليو اس وهي عالية، لكن اللي حفز الاستثمارات فترة مؤخرة أنه ما يزال في نمو كبير مقارنة بالدول العالم. مثلا عندنا نشوف النمو غير النفطي في السعودية تجاوز 4%
من 3.5، وهو يعتبر معدل ممتاز جدا لو نقارن بمعدلات النمو في دول العالم ما تجاوزت 2% خاصة بالدول المتقدمة. فبالتالي ما يزال الدول الخليج يعني دول خصبة للاستثمار. وبرأيك ما القطاعات التي ستستفيد بالشكل الأكبر؟ أولا الحين مثلا عندنا انخفاض الفائدة تحفز على الاقتراض، ما يزال مثلا الاقتراض التوجه الحين بشكل كبير نشوفه مثلا قطاع الشركات، لأنه الحين مثلا في توجه كثير أنه يكون فيه دعم للقطاع الغير النفطي، والدعم اللي راح يكون من القطاع الغير النفطي قاعدين نلاحظ انه يكون بشكل كبير على قطاع الشركات، وهي محفزه عن طريق الاستثمارات الحكوميه، فهذه راح تكون داعمه للاقتصاد بشكل عام بغض النظر. هي يعني متوجه في هذا الاتجاه، بالاضافه انه مع الخفض الاسعار الفائده راح تحفز بشكل اكبر انه يكون في توجه لهذا القطاع الكوربريت، بحيث انه يحقق عوائد اكثر من قبل. يمكن بعض الشركات الكبيره في مرحله من المراحل توقفت عن الاستدانه لانها ترى انه ما في توسعات، او الاستدانه بغرض التوسع، لكن مع انخفاض اسعار الفائده بيصير في كثير من قطاع الشركات انه يستدين بغرض التوسع، لانه يصير مغري اكثر انه يستطيع حقق عوائد اكثر.